علشان يعني يا رجل يا رجل حرفيا حرفيا قاعد يعطيني زبالته هذا. لا سيريسلي سيريسلي شباب ترى قاعد يعطيني الزباله حقته. يا رجل هذا حرفيا اوسخ شيء مسكته في حياتي كلها. أعزائي المتابعين أينما كنتم، متيم بن عبد الله is back. أسعد اللهم مساكم وصباحكم زي متابعين وكتب متيم بن عبد الله. هذا الفيديو الجديد والجديد راح اللي من خلاله متيم بن عبد الله مرة متحمس. ليش؟ يعني في هذا اليوم رحت موقع وشريت 3 صناديق عشوائية أو mystery boxes. 3 صناديق هذه بأسعار مختلفة، رخيص وسط مرة غالي. اللي مرة غالي هو حرفياً أكثر صندوق عشوائي غالي شفته في حياتي. فوصلونا 70,000 لايك إذا تحبون نكمل في هذه السلسلة، وما أبغى أقول الجوين تلقونه تحت جنب السبسكرايب تدرون. فخلينا نجي ونشوف أول صندوق عندنا لهذا اليوم يا حلوين. أول صندوق عندنا لهذا اليوم زي ما تشوفوا هنا mystery sticker set grab bag anatomy art blind box الزبدة. هالمرة استيكرات، الاستيكرات أنا مرة أحبها بس ما أدري ساعات أروح وحاول أختار ما ألقى شيء، فقلت يا ميستري راح يطلع مرة حلو، قيمته دولارين وزائد يعني. أنا ليش أبغى أشرح دولارين وزائد زبدة؟ طبعا لما تجي هنا الكوانتيتي طيب يحط لك الأسعار، مثلا يقول لك حبة بدولارين، 3 حبات بأربعة ونص دولار. أنا شريت 5 حبات بسبعة دولار، ما زال يعتبر مرة رخيص. فيا اسمي ماركة برينت وذ دبل آر بخمس نجوم، بصراحة مرة متحمس له. خلونا نجي ونشوف شنو الخمس استيكرات اللي شريناها في ميستري بوكس. طبعا زي ما تشوفوا هنا كان سعره سبعة دولار، خصموا منه دولار وخمسة سنت وزادوا عليه أربعة دولار قيمة الشحن، فطلع مجموعة عشرة دولار وخمسة وخمسين سنت. ما زال رخيص ولكن أكيد لو شريت أكثر ما كان راح يحسبوا الشحن. فخلينا نجيبه ونشوفه. أوكي وصل الصندوق الاول. يا يعني شيء اللي توقعته بصراحه، لان قال لك انه في بس ستيكرز، فخلنا نفتحه ونشوف شنو داخله. مره متحمس له، ودي بصراحه ما يكونوا الستيكرز الخمسه ثيم واحد في نفس الوقت، ودي يكونوا كبار يعني. فما ندري يعني قابل السبعة دولار هذه اللي دفعناها شنو جانا. اوكي اوه كان سيحصل العيد، بيعطونك خصم. اوكي شكرا لكم درينا. اوكي خلينا نشوف الاستيكرات اللي اعطونا اياها اللي كاني احسها ثيم واحد بس. اوكي واو، اول استيكر زي ما تشوفوا قلب ذهبي مره حلو بصراحه، نايس مره مره حلو. ثاني واحد مخ في ورود لونه ابيض واسود، واو لا لا جد جد بصراحه حلو، والكواليتي حقهم مره عالي يعني لما تقرب لعيونك ما زال تشوف فيه دقه تفاصيل مي طبيعيه. اللي بعده اليد هذه صراحة نايس، بديت اشوف اوكي كلهم ثيم واحد مرة حلو، يعني كذا يناسب جوي احسه. الجمجمة هذه مع الورود هم مرة حلو، مرة يعني متين بن عبد الله اشياء مرعبة ورود، حرفيا انا يعني. والاخير عمود فقري ورود بعد. اوكي اوكي بصراحة اللي قاعد اشوفه مرة حلو مرة نايس، حبيتهم جدا. وعطونا بعد ما ادري هذا شنو، حرفيا ما ادري هذا شنو، بس انه اعطونا اياه هنا. بس اوكي خلنا نتكلم بشكل عام. بصراحة الاستيكرز مرة حلوة، مرة رايقة، حبيتها جدا. اتوقعتها بتكون اشياء متنوعة اكثر، ولكن الثيم اللي اعطوني اياه بصراحة مرة رايق مرة حلو، حبيت الثيم جدا. توقعت بصراحة اكبر بتكون الاستيكرز. اوه في واحدة طاحت بعد ما وريتك. اوه هذه بعد واحدة، واو لا لا جد واو. من عشرة بصراحة بأعطيه 8 من 10. مرة حبيت الثيم اللي أعطوني إياه، بداية موفقة مرة مرة حبيته. وخل نروح للي بعده، ثاني ميستري بوكس أو صندوق عشوائي عندنا لهذا اليوم زي ما تشوفوا هنا Garden Landscape. أوكي توي أقرأ الاسم فالظاهر بيطلع كل أغراض حق حديقة. يقول لك ميستري بوكس is all stuff يعني أي شيء any kind في من 20 50 100 200 500 دولار.
في واحد ب $900 فبس لا ما حبيت اني اخذ من هذا الشخص يعني بما انه جاردن ما ادري ايش فحسيت انه شويه يعني لك عليه الوضع. مكتوب هنا ان قيمه الاغراض لما اخذ ب $25 راح تكون قيمه الاغراض $25 ما راح يتغير شيء. شريناه زي ما تشوفون قيمه $25 دفعنا دولار ونص تاكس فصار المجموع $26.50 او $26.50. خلينا نجيبه ونشوفه. اوكي في عندي قاعده اي شركه تجيب لك شيء مفقع كذا اوكي تاكد انه مره بطل دائما دائما كذا الصناديق المفقعه اللي ما تدري هم اساسا من وين جايبينها تكون الافضل ما ادري ليش بس يعني من باب خبره كذا. اوكي حلو اتمنى ان ما تكون كلها اشياء جاردن لانه بصراحه لو اعطوني صندوق خرافي ودي اشتري الصندوق مثلا ابو $500 او ابو $1000 فاذا ودكم هالمره راح نقول 150,000 لايك وراح نشتري حرفيا الاغلى يعني اغلى صندوق ممكن تلاقوه في السوق يعني اوكي بس اكيد راح اكتب لهم انه لا تجيبون لي اشياء سبيسيفيك مره خلوه منوع عشان ننبسط فيه. اوكي الصندوق مقارنه بال $25 صراحه يعتبر كبير. اوكي فتح الصندوق. اوكي شنو هذا؟ اوكي ما في مشكله. اول شيء كتاب باللغه الاسبانيه ما حد يدري ليش شنو اوكي تسمي اليهاندرو انا ما ادري ليش اي كان مكتوب اكسسيريو يعني اكسسوريز. اوكي هذا ديكشنري او معجم باللغه الاسبانيه للانجليزيه مره ما راح يفيدني. اوكي يا واضح ان فلوسي كذا. تعال الثاني. اوكي هذا مره حلو. اوكي زي ما تشوفوا هنا animal tracks يبين لك الـ animals بشكل عام tracks حقها كيف تصيدها كيف تلاحقها. واو اوكي اوكي هذا بنخليه بعدين. هذا مره حلو شوفوا يبين لك حوافر مثلا الحيوان الفلاني ان يقول لك اذا شفت الحوافر مثلا بهذه الطريقه او عفوا الخطوات بهذه الطريقه فهو هذا يبين لك مثلا حتى الفيسيز حقها وانتم بكرامه ف واو اوكي لا 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 جد بصراحه مرة حلو مرة نايس. أدري إن هذا ما هو غالي بصراحة أدري إنه مرة ما هو غالي ولكن شيء مرة حلو خصوصا للناس اللي تحب تعرف عن الحيوانات وهالكذا فهذا الشيء مرة راح يعجبها. الثاني هنا اسمه تكساس وايلد لايف. أوكي زي ما تشوفوا هنا يطلع لك الأشياء اللي تعيش في تكساس معلومات عنها وكذا كل الحيوانات اللي تعيش في تكساس. أوكي الحيات اللي ممكن تلقاها معلومات عنها أيضا فبصراحة نايس ما أدري هذا جديد ولا لا ولكن واو أوكي هذول الكتب صراحة مرة حبيتهم مو مبالغة ولكن مرة تستهوين الأشياء هذه فخلنا نشوف شنو في زيادة. يا جماعة الخير هذا قاعد هذا معطيني زبالته ولا شو السالفة؟ بالله عليكم في أي مكان في الدنيا تعطي واحد شيء هالكذا؟ ليه شبه؟ شنو؟ شنو هذا؟ أوكي اقسم بالله ان ما عندي اي خلفيه شنو هذا بس هو حاطه لي في الصندوق. اوكي حاطه لي في الصندوق علشان يعني يا رجل حرفيا قاعد يعطيني زبالته هذا. لا سيريسلي شباب ترى قاعد يعطيني الزباله حقته. مساحات الحمد لله المساحات جد بالله هذه اللي تجي فوق الاقلام. طب كان اعطيتني الاقلام معاها ليش ما اعطيتني معاها اقلام؟ بالله عليكم ما ابغى افتحه مره خايف افتحه ولكن لا وهيكل عظمي ما هو كامل. لا سيريسلي هيكل عظمي اوكي اوكي ليش يا كابتن ليش هذه الاشياء؟ والله انا انسان يعني مسكين انا. اوكي العب علي بس مو لهالدرجه. طيب ما عندي العب علي يعني اوكي انا معطيك $25 بس حرفيا يعني على هذه الاشياء لو انا انت متخيل. اوكي هذه انا ليش ما
سيريسلي. لا من جد انا لو حارق الفلوس هذه راح يكون مرة احسن، متخيلين؟ لا مستخدمة كلها حرفيا زبالته، يعني حرفيا الزبالة هذه. خلينا نكمل. يا رب ما يتطلع الشيء اللي في بالي. وبكام؟ اوكي سلسلة افلام. Thank you for your purchase. If you have a problem, والله لك حق ترسل لي بعد رسالة شكر. اوكي افلام، حلو حلو افلام. اوكي يعلمك MMA وما ادري ورك اوت الاشياء ها. فيلم هالوين 3 قيمته حرفيا شوفوا هو ماخذه بدولارين وشويه، معطيني اياه جديد ولا مستخدم؟ اوكي جديد، حلو هذا جديد. يا رجل هذا حرفيا اوسخ شيء مسكته في حياتي كلها. شوفوا يا رجل اوكي يا رجل حرفيا حرفيا مكتوب عليه انه مشتري بدولار واحد، يعني على الاقل احترمني شويه. اوكي يا جماعه الخير، يعني حاط لي السيدي مقلوب حتى، يعني شويه احترام لي، شويه احترام لي. اوكي هذا الصندوق بعطيه بصراحه 1/10 عشان الكتابين الحلوين، وانا لازم اروح احط في ايدي معقم في هذه اللحظه. اخر واغلى ميستري بوكس شفته، طبعا ميستري بوكس ميستري بوكس ما تعرف اي شيء عن اي حاجه ممكن تجيك ما تدري. اوكي طبعا في ناس تقول متيم في اشياء مثلا شفنا فيديوهات مثلا اللي يقول لك ب 50,000 دولار 100,000 دولار 10,000 دولار. اهدى ما في هذا كله ما في. طيب الشراء هذا الشيء انا دفرت عفست الدنيا ما في، لقيت اشياء اغلى من هذا اللي بنشوفه الحين، كان مثلا قيمتها مثلا 400-500 دولار ولكنها تكون من موقع واحد، موقع يبيع الكترونيات، فب 500 دولار الكترونيات ممكن تجيب لك شيئين ثلاثه، او مثلا يكون موقع يقول لك انه لو شريت هذا الصندوق بتطلع داخله شيء مثلا بربري ولا فورزاتشي، فممكن تكون قطعه واحده، فما هم مخلينا عشوائي جدا. ولكن هذا زي ما تشوفوا هنا our extra large sized mystery box with $250 بشتري انا ب $175. اوكي والاغراض اللي بتطلع لي قيمتها بتكون $250. طبعا في شيء حلو زي ما تشوفوا هنا يقول لك add your personalization. اوكي مكتوب هنا I will allow my customers to message، يعني يقول لك انت اختار انت وش تبي فيه، يعني اعطيني ثيم معين حاجه معينه، فهذا مره حلو. فانا عن نفسي كتبت له surprise me، فاجئني اللي تبغاه، حط لي تك اي شيء فاجئني، حط اشياء غريبه، ابغى اضحك اشياء مضحكه. اوكي فيا طبعا كان شويه غالي، اغلى من هالكذا، قيمته $175، وزي ما تشوف هنا دفعت عليه $19.85 شحن، والتاكس كان $11.69، فالمجموع كله صار $206.53. فيا يعتبر واحد من الاغلى ومره متحمس، ف خلونا نجيبه ونشوفه. اوكي هذا هو الصندوق، طبعا كما ترون هنا صندوق حرفيا مره كبير. شوف يعني جاب لك يعني ذا تشيلدرن بليس، يعني شوف حتى ما تعب حاله وشرى لي كرتون. طيب يعني $200 دافع عليه، 800 ريال سعودي، وفي الاخير حتى الكرتون ما هو شيء يعني كويس. الله يسامحك يا اخي. اوكي خلينا نقول بسم الله ونشوف شنو الاشياء اللي راح تطلع لنا اليوم. اوكي اوكي هذه السن، شو اسمها؟ السن شيد الظاهر. اوكي يا تشوباكا هنا، تشوباكا عندك. اوكي not bad. شوف يعني لما يرسل لك واحد شيء هالكذا ويكون اول شيء موجود في الصندوق، فاعرف ان الموضوع مو بس بيكون راندوم، بيكون الراندوم. اوكي يعني الى الان افضل من اللي قبل، اشياء جديده يعني. اوكي ليجوز، بس ما عندي اي خلفيه شنو هذا الليجوز، ولكنها مره حلوه. ست بسيط، الست هذا ما هو مره غالي،
ولكن you know يعني تعرف انه شيء كويس صراحة، تعرف انه شيء حلو. نايس اوكي، نايس جديد اوكي. دبل سايدد ماجنت سيلفر اوكي، مغناطيس. اوكي مره قوي، مره حلو، نايس. تبغى تشوفه هنا؟ واو بصراحه كشكل مره حلو، حبيته. شو يا رجل مره قوي حرفيا، عشان تشيله يبغى لك جهد. اوكي مره نايس حلو، يعني الى الان قاعد احس اني ما نصب علي مره يعني. اوكي خل نروح للي بعده. ساعة ديزني ليلو ستيتش اوكي، قيمتها $15. هذه ما يعني ديزني لايسنس، هذا اهم شيء فيها. اوكي للاطفال رايقه، ساعة حلوة اكيد ما راح تركب على يدي. طيب نايس خل نروح اللي بعدها. فوت سكراب عشان تغسل رجولك فيها. اوكي اوكي نبي فهم شلون؟ يعني شوف اعطاك نظافة، اعطاك العاب، اعطاك اشياء اطفال، اعطاك ليجوز، حرفيا ما في عشوائية في الحياة اكثر من كذا. انا ما قد شفت في حياتي شيء عشوائي بهذه الطريقة. اوه طبعا راسلين لك هنا ورقة thank you for your purchase، شكرا. وعلى فكرة يوم كلمت هذا الشخص قال لي ان انا اول انسان اطلب منه ميستري بوكس بهذا الحجم او اكبر حجم عنده، فواضح انه تفنن كثير فيه. اوكي اوه هذه كانت رجل وهذه يدين، يعني في شيء للرجل. واو ريحتها مره حلوه، بس ما ادري من اللي قال لهم ترى جماعه خير انا اسبح مرتين في اليوم، ليش ترسل لي اشياء كذا؟ نايس نايس حلو، نظافه والعاب ومغناطيسات وكل شيء، واضح اني مره معلق على المغناطيس مو مشكله. اوكي اوه كول اوف ديوتي كول بلاك اوبس 3 اوكي، مره قديم الفيجرز بس اتليست فيجرز يا الخير فيجرز من ميستري بوكس. اوكي نايس وجديد جديد، هذا اهم شيء جديد. بضمن الفيجرز اللي عندي حلو، اسمه سوب نايس. حتى اسمه صابون يا جماعه الخير، ايش فيكم علي انا؟ من اللي قال لكم اني ما انا نظيف؟ والله ترى اسبح انا. خل نشوف شنو فيه بعد. جامبو بوك كفر، كفر حق الكتاب. اوكي يعني حرفيا مره راندوم، اشياء ما تخطر على بالك ان انسان ممكن يشتريها. ليش واحد يشتري كفر حق كتاب؟ بس اعطوك اياه يعني في الاخير، يعني من باب الاحقيه انهم اعطوك اياه. لا اقول لك في لون ثاني، اذا ما عجبك اللون الاول في لون ثاني. اوكي واضح انا عرفت المكان اللي راحوه، واضح انهم راحوا بيرني نوبلز وخذوا لي الاغراض. اوه نايس، هذول غاليين، هذول قيمة الواحدة $30. I know هذا شو اسمه، هذا اسمه نايت كينج الظاهر. بما انه وصلنا هدايا خلينا نفتحها عادي، على هدايا على اساس مو دافع في شيء يعني، انا ما دافع في دم قلبي انا، ما عاد ابغى اكلك جبن شهرين قدام انا من الموضوع. اوه واو ينفك هذا لحاله وهذا لحاله، فانكو بوب نايت كينج مرة حلو حلو حلو، معناها شوف اعطاك كل الاجواء، كول اوف ديوتي تلعب جيمنج، اعطاك ستار وارز كولكشن فلاش ميدالية من ستار وارز. اوكي كولكتبل، معناها ممكن يطلع لك شيء ما طلع للناس من قبل. اوكي اوكي ما هو اسوأ شيء ولكن ما زال مرة سيء. ما عندي اي خلفيه هذا شنو، بس واضح انه كريم حق غسيل وكذا. يقول لك هولوغرام شمار بورد، ما ادري اخاف احطه على يدي ويصير شيء. لوشن اوكي لوشن، هذا حلو حلو لوشن، هذا معاها قطع الالماس، يعني هذا لحاله يمكن قيمته $6 مليار. اوكي حلو، انت ما تدري للحين وش الجو. اه تصدقون هذول انقطعوا من والمارت، والمارت صار بيعهم 70 سنت. حلو انكم اعطيتوني واحده منهم، يعطيكم العافيه مره. جديده ولا اوكي يا من تكفيلتها تعرف انها جديده، لان بالعاده لما تاخذها من وارد ما تكون مقفله مره، تكون شويه مقفله بس. اوكي يا من زمان ادور واحده كذا ولا قيمتها 70 سنت. ملمسه مره سيء هذا، دبدوب دبدوب. كميه العشوائيه اللي قاعده تصير يا جماعه الخير مره مخيفه، هذا الانسان عنده بكالوريوس عشوائيات يا رجل.
حلو يعني ما عجبك هذا عندك هذا يعني عندك الاثنين مرة فلة. اوكي بديت اخذ الموضوع بشكل شخصي ترى حرفيا بديت اخذ الموضوع بشكل شخصي. ليفا من جدك ليفا ريحتها كابتن هذه ليفا كنت ولا شو السالفة؟ هي انت ما اوكي ليفا بس شكلها جديدة يعني ولكن الاحتياط واجب. Five Nights at the Freddy. اوكي ما عندي خلفية شنو هذا الشيء بالضبط بس جديد. اوكي ساعة Five Nights at the Freddy ترفع عشان تشوف الوقت. Not bad. بس ابن امك البسها. اوكي حلوة حلوة واضح اني قاعد اندم على الفلوس اللي دفعتها. واضح تعرفون هذه الاشياء هذه تحط فيه صور ويبدا يعرضها كذا في الصاله ولا في الغرفه ولا شيء. كيف تعرف ان شيء قديم انه يجي معاه سي دي؟ يا رجل ما عاد احد يستخدم سي دي. اوكي كمية العشوائية يا جماعة الخير ما زالت قاعدة تبهرني. ايش العشوائية اللي قاعد اشوفها قدام عيوني؟ يا جماعة الخير ترى باقي اغراض. اوكي سيرسي از كوين عندي واحد زيه بالضبط بس اكبر من هذا تقريبا هذا قيمته $30 بعد. اوكي مو سيء. في ار برو اول مرة اشوفها بحياتي بس خلني ابغى اشوف كم قيمتها هذه. طيب من الباركود هنا خلني اشوف كم قيمتها. اوكي هذا المنتج قيمته $22. اوكي المشكله مو هنا. سميه زعلت قالت تحيم ليش اعطوكم اعطوني هلا جابوا لي سميه بعد واحد يعني وردي كذا. كم قيمه مال سميه خلينا نشوف. $8 ثاني $8 كذا خلصنا. اوكي اشياء حلوه طلعت في هذا الصندوق. هذه الثلاثه مغناطيس والليجو. بالنسبة لي هذه الخمسة أشياء بصراحة مرة حلوة مرة كويسة. فيا صندوق خلينا نتكلم على الصندوق بصراحة. هذا كمية الأشياء اللي قالت تطلع عشوائية بشكل مو طبيعي صراحة. أول صندوق يفاجئني بالعشوائية يعني أشياء مرة شاطحة يمين مرة شاطحة يسار أشياء ما تعرف بعض ما تدري عن بعض أشياء ما تعرف ولا شيء أشياء ما أدري كيف جات في رأس إنسان في نفس العشر سنوات هذه يعني كذا 10 سنوات مرت فيها كل هالأشياء. واو كمية العشوائية ما هي طبيعية بس بصراحة كصندوق عشوائي أهنيه. من 10 كم بعطي الصندوق هذا بصراحة بعطيه 7 من 10. تدرون 8 من 10 مرة عشوائي مرة عشوائي. فيا إذا عجبكم هذا الصندوق بالله عليك عمرك شفت واحد يحط لك هذول الأشياء؟ طيب هذه الأشياء مع ليفا مع هذا اللي هو الشيد حق السيارة. ما في إنسان ممكن تمر عليه هذه الأشياء مع بعض. $200 دفعتها على هذا الصندوق. هل أشوف إن الصندوق هذا يستاهل $200 إن اندفعت عليه؟ بصراحة لا ما يستاهلها. حسيت يعني أشياء قديمة أشياء ما أخذها من سيلز وهالكذا. فلكن يا أوكي مو أول مرة ينلعب علينا مو أول مرة ننسرق بسبب صندوق عشوائي. فيا هذا كان عندنا اليوم حبيبتي. لا تنسوا لايك سبسكرايب اشتركوا تظهر الفيديو قريبة جدا كما أكون متين بن عبدالله شخور مثل ما كان مكتوب في أول فيديو على الدبل مليون متين بن عبدالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.